شواطئ وأمغار التابعة لمقاطعة الشام تستقبل أعدادا من المهاجرين غير النظاميين بعد أن رصدتهم أجهزة مراقبة السواحل الموريتانية داخل المياه الإقليمية. مجموعة تتجاوز 192 فردا تضم شبابا في عمر الزهور، ومن بينهم نساء وأطفال كانوا على متن مركب منذ 6 أيام غادروا من جمهورية غامبي باتجاه إسبانيا. غادرنا من غامبيا في يوم الاثنين لأن الرحلة في الماء ليس شيئا خفيف ولكن شيئا ثقيل جدا ثقيل جدا. لبسنا 5 أيام ثم وصلنا هنا اليوم في موريتانيا. دفعنا 30,500 دلاسي. هؤلاء استقبلونا استقبالا جيدا وفرحنا به ونشكرهم شكرا كثيرا شكرا شكرا كثيرا جيدا. منذ 5 أيام ونحن في هذه الرحلة، كانت رحلة شاقة ومحفوفة بالمخاطر وقد تعبنا فيها كثيرا، وهنا أشكر السلطات الموريتانية وخفر السواحل على إنقاذها لنا وتقديم العون والمساعدة من غذاء ودواء ومياه، ونحن الآن في ظروف جيدة. دوريات جهاز خفر السواحل الموريتاني هي من اعترضت القارب الذي كان في عرض المياه الإقليمية واقتادته إلى اليابسة في مقرها بن وامغار. لقد تم اعتراض زورق قادم من احدى دول الجنوب هذا الصباح من قبل واحدة من وحدات خفر السواحل على اساس معلومات استلمتها خفر السواحل ووجهت اليها زورق سريع. تم بانقاذ المجموعة التي تتكون من 192 فرد، وقدمنا لهم المساعدات الغذائية اللازمة والفحوص الطبية في قرية وامغار التي تم توجيههم اليها بعد اعتراضهم. فهم علاقة ما بين السفينة التي غرقت شمال نواليبو وتلك التي تم توقيفها الصباح، لأن الناجين من السفينة الأولى أعطوا معلومات تتعلق بالسفينة أخرى ستذهب بعدهم بثلاثة أيام، وتأكدنا من أنها هي السفينة التي تم إيقافها هذا الصباح، والأعداد متقاربة أيضا. إسعافات أولية اتخذت، كما قدمت لهم التغذية والإعانة داخل مقر خفر السواحل الموريتاني. احنا بدورنا كسلطات إدارية استقبلنا هذول المهاجرين بصفة إنسانية، والنقطة الصحية اللي موجودة في وامغار حضرت وسعفت ذيك الناس اللي مضرة الضعاف اللي بلاقى عددها 25 رجاج، وساقبلوا في أحسن حالة ووفر لهم القذاء اللازم، وأعطيناهم كذلك أغطية مبجوات. اعتراض هذه المجموعات من المهاجرين غير النظاميين تؤكد يقظة الأجهزة الأمنية المكلفة بحماية الشاطئ البحري.